اتشرفت النهاردة بأن أنا شاركت في EduVation Summit 2022 النسخة الرابعة، والحقيقة أنا مشتركة بقالي 3 سنوات، وده أحسن سنة لأنه الحقيقة physical finally after كورونا. بقالنا 2 سنين كنا أونلاين، فالسنة دي الحضور كان متميز، وكمان وجوده في الجامعة البريطانية في مصر ده الحقيقة حدث كبير ومهم. واتعملت الحقيقة الجلسة الافتتاحية، واتعملت جلسات نقاشية ثرية، وعندهم لسه حاجات أحداث كتيرة النهاردة وبكرة وبعده، فيعني بدعوكم للمشاركة في المؤتمر.